في يوم من الأيام كنت بنام، سبحان الله جاني طلب، وأنا كنت نايم في بيت أهلي في مخرج 9 وطلعت الطلب في مخرج 15. فلما وصلت عند الطلب كانت الساعة يمكن تقريبا 3:30 أو 4 الفجر، فكان واحد شاب عمره يمكن 18 أو 19 سنة وصل له التطبيق عن طريق الواتساب فحب يجرب. فلما وصلت عنده أنا قال لي بس أبغى أجرب الابليكيشن وأشوف إذا هو يشتغل ولا لا، غير لي كفر السبير. أنا بصراحة يعني انقهرت ذاك اليوم، إنه يعني جايبني من وين إلى أني بس بجرب. فقلت أبشر، فغيرت الكفر. يوم خلصت قلت حسابك 150 ريال. فنظرني كذا وقال لي كيف وليش 150؟ قلت والله هذا السعر وانت طلبت. فارتبك شوي وحس انها مبلغ كبير بالنسبة له كطالب. كان معه سيارة صغيرة اكسنت وانا جايب سيارة مرسيدس، فنازل اسوي له البنشر وهو راكب الاكسنت. فانا اقول له عشاني أنا أسوي هالبنشر وهالأشياء هذه صرت راكب مرسيدس وانت راكب أكسنت، فإذا تبي تركب مرسيدس زيي حاول إنك تسوي هالطلبات. فسامحته بال150 ذاك اليوم مقابل إنه يساعدني إني أسجل طلاب جامعة وأدربهم إنهم يسوون هالخدمات هذه ويفيدون أنفسهم إن شاء الله إنهم يركبون مرسيدسات. بعدها بكم يوم كنت في البيت وجاني طلب قريب من البيت، فطلعت لهذا الطلب وكان طلب بطارية، وأتذكر يعني دكتور في الجامعة. فسألني نفس السؤال المعتاد، ليش أنت تسوي هالخدمة هذه وليش أنت يعني؟ فقلت له أني أنا شخص أسست هالمشروع هذا وحاولت يعني أني أستقطب مزودين الخدمة العاديين اللي هم البناشر وأصحاب المنشآت، ما حصل معي استجابة من السوق وما زلت يعني استجابة ما زالت ضعيفة، ولكني الآن بديت أفكر بشريحة ثانية اللي هم طلاب الجامعات إن نأهلهم إنه يقوموا بهذا العمل، وخاصة إنه بسيط وغالبا يعني في مجتمعنا أكيد إنك كنت سويت هالشيء هذا 10 أو 15 مرة سواء لنفسك أو لأحد من أقاربك أو في البيت أو لأصدقائك. ساعدني الدكتور الله يذكره بالخير أني أدخل على طلاب الجامعات وأني أشرح لهم الفكرة هذه بشكل أكبر، واستمرنا بالتركيز على هالشريحة هذه بتطويرهم وتدريبهم أنهم يكونون مهيئين لتقديم خدمات المساعدة على الطريق اللي زي ما ذكرناها البنشر والبنزين والبطارية، وبتكون الفائدة مادية للطالب هذا بشكل كبير، خاصة أنه مورد إضافي أنه ما عليه أي التزام بس يستجيب للطلبات القريبة منه ويحتفظ بالمبلغ كامل من دون عمولة.